حاجتي بطاطا 150 150 وتيقول المرأة تقول لها 160 شكون عيد ديال منه بيع 10 دراهم تخرج ولا لا خرج 100 مرسل العربة ما تيبانش الماطيشه كل نهار وجا الصباح حتى الصباح دابا حنا كان البارح ديناها ب 70 درهم اليوم هي دايره 2200 كان ديروا له الدرويش راه مسكين راه مزلق لا الدرويش راه مزلق راه مزلق مسكين الدرويش راه حنا براسنا مشان نصوروا حتى شي حاجه والله ما تنديو شي حاجه لا اليوم زايده اليوم طالعه البطاطا دايره ب 7 دراهم البسطه دايره 7 دراهم ب 220 هاي دابا هنا 260 الخضاريه دايره 140 يلا الفول دايره 140 الماطيشه دابا دايره من 80 حتى ل 100 عاد مولاها احنا اليوم ما جناهاش زيد علينا جناها ب 70 درهم اليوم 100 درهم 100 درهم 2200 هو عاد دخل دابا الدري صاحبي ما جاب والو جاب حالو اتبينا ما مقاداش كون نهار في السوق فاش تيصبح كون نهار السوق فاش تيصبح ما طيشة هي اللي باش طاطا هي طاطا هي 140 جملة تيبيعوها دابا ب 180 1000 فرنك أربعة صطاطقة حنا يومين وحنا فيهم ما بعنا فيهم والو هذاك البارح موراي راه ما خدمش البارح واليوم طاطا كناخذوها 140 كنبيعوها ب 160 الحامض كناخذوه ب 60 أو 80 كنبيعوه ب 100 دريال خيزو داير 80 درهم حتى 90 درهم كنبيعو 8 ريال 60 ريال الفلفله والدنجال والعطريه كتسمى العطريه كناخذوها ب 130 كنبيعوها ب 160 يعني حتى حنا ما عندناش شي حتى الناس اللي كانت كتاخذ 3 كيلو 4 كيلو ولات كتاخذ كيلو نص كيلو ماشي بحال اللي كان من قبل كانت بطاطا دايره مثلا كناخذوها ب 40 ريال كنبيعوها ب 60 كان الناس كانت مثلا عاد تاخذ كيلو كتاخذ 5 كيلو ديك ال 5 كيلو عندنا فيها شويه البركه دابا حتى الاقبال ما بقاش كنجيبوا السلعه كاين دابا حتى الدروج بسكيل اللي كانت عنده 20000 ريال 30000 ريال ما بقاش كيتسوق تيخدم ولا شكون اللي تيتسوق كيتسوق اللي عنده الفلوس واللي عنده الفلوس مثلا كنا كنتسوقوا ب 50000 60000 ولينا كنتسوقوا مليون ونص ومليون ونص كتغامر بها انت النهار كامل وكتبيع وتشري فيها وما كتصورهاش مثلا كنضربوا 3 ايام 4 ايام يلا كتصور داك الشيء مثلا 100 درهم ولا 3000 ريال وما قاداناش وحتى المواطن مسكين اللي كان كيجي كيدير 4 كيلو 3 كيلو 5 كيلو ما بقاش كيدي اخويا حنا كنتمناو من هاد رئيس الحكومه الله يرحم ليه الوالدين يعيق شويه بالشعب ما يبقاش يجي عيشته هو ويشوف الناس يخرج ويشوف الناس كيفاش عايشين ما يبقاش هو يعطي الماموريه ديالو من الفوق وما يهبطش حتى عند الشعب ويشوفهم كيفاش عايشين ويهبط يشوف الناس كيفاش عايشين وكيديو نص كيلو ديال البطاطا اصاحبي شنو هي نص كيلو ديال البطاطا وعنده ثلاثه الدراري واش عاد كدو نص كيلو ديال البطاطا ب 70 ريال هاد الغلاية هذا راه قهر الناس وقهرنا حتى حنايا راه ما بقينا كنبيعوا ولا كنشريوا انت تشوف السوق خاوي بنادم تقول لي البصله 260 تمشي بحال وتقول لي البطاطا 160 كلشي غالي في بلاصتو وهنايا انت تشوف السوق خاوي بالناس مقهوره كلشي غالي وماشي غير الخضره اللي غاليه غلاو كلشي المواد الغذائيه كامله غاليه بنادم ولا تيجي عندنا حنايا باش ما بعتي لي الخضره تيقول لك بزاف عليا واخا تبيع لي الخضره ب 100 ريال واخا تشريها ب 140 وتبيع لي ب 100 ريال وتجي بزاف عليه ونتمنى هاد المسؤولين يديروا شي حل ويتكايسوا شويه على الدراويش راه الناس راه واكله العصا حنا دابا شهر رمضان ماطيشه راه موجوده ماطيشه راه بقاو تيهضروا نقصوا لهم في ماطيشه ماطيشه هي ولات رخيصه واش من ما ياكل على صوص وماطيشه والحريره راه كلشي باقي غالي كلشي غالي ماطيشه بوحدها اللي نقصوا فيها ما كاين لا نقيس لا والو خضره باقا في الثمن ديالها كاينين شي حوايج تزادوا كاع بحال البصله كانت 180 190 10 درهم دابا ولات 240 جمله 220 طاطا باقا 7 درهم في المارشي 130 136 حنا كنبيعوها ب 160 وما مخرجيناش النص ديالها كنبيعوها ب 60 وب 50 وب 40 كاين اللي ما كيتباعش سيروا المارشي دخلوا المارشي شوفوا الشناقه شنو دايرين دخلوا المارشي ديال سلاغ دخلوا لي وشوفوا شنو دايرين عباد الله الشناقه قالت لنا تيشري ويبيعوا كاين الغش يوجه لك الليمون من الفوق بنت قلبي تتلقاه كل حالته حاله يلا معايا دابا الصندوق وشو شنو كاين شريتي الجلبانه من الفوق تتلقاها مزيانه من تحت تتلقاها كلها مسوسه واش حنا في المغرب ولا حنا فين كاينين
وبطاطا كلها رملة، ما طيشة حالتها خامجة. واجو شوفوا حالتنا كيفاش عايشين في هاد السوق الشيشان، تعالوا عندنا وشوفوا حالتنا. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه تقهرنا والدرويش ما بقاش يقد يعيش. شوفوا الصندوق كيف داير، السلطات المحليه اللي في السلاقه تراقب السلعه، تراقب السلعه، حنا ضايعين. اقسم بالله انا مقديه ب 30000 ريال سلقه نضيعها في 10000 ريال ونمشي معاكم لعندهم وتشوفوا الناس اللي بايعين لي الغش. انا نيه وليا تحقرونا وهذا الشيء، والله طين صر سيدنا يشوف من حالتنا، هذا الشيء راه بزاف.